السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على حاجة مختلفة خالص ما اتكلمناش عليها قبل كده، وهي الجيم كونسول. تمام. طيب الجيم كونسول اللي هي الأجهزة المتخصصة في الألعاب، طبعا أشهر الأجهزة دي في الألعاب زي ما احنا عارفين عندنا طبعا بلاي ستيشن، هو يعتبر من أشهر الأجهزة دي في نوعية الألعاب، وعندنا طبعا المنافس القوي جدا بالنسبة له وهو الإكس بوكس من مايكروسوفت، وعندنا طبعا الجهاز الشهير جدا من نينتندو وهو الوي. تمام. دول بيعتبروا اشهر 3 اجهزه موجودين في الوقت الحالي على الساحه، وقادرين ان هم يكملوا من زمان قوي بشكل كبير وبشكل تنافسي قوي جدا. تمام. طيب النهارده احنا هنتكلم على ايه؟ النهارده هنتكلم على اكس بوكس 360. تمام. طيب بالنسبه لاكس بوكس 360، هو بيعتبر الجهاز الافضل لاطفال اصغر من 10 سنين. تمام. اكتر جهاز مناسب في الفئة دي او في السوق بالنسبة للفئة العمرية دي، وهنتكلم طبعا باستفاضة في الفيديو هو ليه الافضل. هو طبعا المنافس ليه في الموديل ده وهو بلاي ستيشن 3. تمام. ولكن هو بيتفوق اكس بوكس 360 طبعا في الكومبو القوي جدا اللي هو عامله ده، برضه هنتكلم عليه باستفاضه في الفيديو. والحاجه المهمه جدا اللي بتخليه برضه بيتفوق بشكل كبير جدا هو انه لسه ستيل بيسبورت لحد العاب سنه 2019، فهو اللعب بتاعته وقفت على سنه 2019، دي ميزه كويسه جدا. والحاجه اللي بتخليه يتفوق هو تنوع اللعب. تمام. فخلينا نبدا الفيديو ونشوف عندنا ايه النهارده. خلينا نبدا الفيديو. ورجعنا تاني. طيب بالنسبة لإكس بوكس 360، هو ده بيبقى الشكل بتاعه. تمام. هو ده شكل الجهاز من الجنب. تمام. وبيبقى الهارد بتاعه الجزء ده بيتشال. تمام. وبيركب الهارد، ده الشكل بتاعه. تمام. الدي في دي بتاعته، وفي هنا فتحتين يو اس بي، وفي ورا كمان عندنا فتحتين يو اس بي تاني، وعندنا الوصلة الخاصة بالكاميرا الكونكت. تمام. بتاعته دي الكاميرا. تمام. الكاميرا كونكت دي اللي هي مختصه بالالعاب بتاعه الحركه. تمام. دي بتتوصل بالجهاز، وده الجوي ستيك بتاعه، جوي ستيك مريح جدا في الاستخدام، ده وايرلس. تمام. وبرده بيقبل جوي ستيك بسلك، وبيبقى الظهر بتاعه من ورا زي ما احنا شايفين، بيتوصل له بطاريات قلم، بطاريه طبعا بتتشحن، او بيتوصل له ظهر زي ده. تمام. وده وده الشاحن بتاعه بيتوصل بيه. تمام. والناحية التانية يو اس بي بيتوصل بيه الجهاز، وده الادابتر بتاعه. تمام. اللي هو بيوصل له الطاقة. تمام. طيب احنا ليه بنقول ان اكس بوكس بتاعته مرة تانية زي ما احنا شايفين ده بيبقى شكل، ليه بنقول ان اكس بوكس 360 بيعتبر هو الجهاز الافضل بالنسبة لأطفال اقل من 10 سنين، وليه هو في الفئة دي هو الطاقة؟ تمام. طيب خلينا نتكلم باستفاضه على الجزئيه دي. اول حاجه الجزئيه الفنيه. الجزئيه الفنيه هو جهاز. تمام. كارت الشاشه الخاص بيه هو كارت شاشه من شركه اي ام دي، كارت شاشه اي تي اي اسمه كاستم اي تي اي، كارت شاشه 512. دي طبعا شركه من الشركات اللي بتعمل كروت شاشه محترمه جدا خاصه بالالعاب سواء البلاي ستيشن او الاكس بوكس. تمام. راماته 512، في انترنال ميموري 4 جيجا، لكن نقدر ان انت توصل له هارد. هو طبعا بيستخدم هارد فقط من مايكروسوفت، هو جهاز اصلا تصنيعه مايكروسوفت. تمام. بيشتغل بهارد لحد 500 جيجا. تمام. انترنال، وممكن لو حابب ان انت تعمل اكستند ممكن توصل هارد اكسترنال لحد 2 تيرا. تمام. وتقدر ان انت تلعب عليه، مفيش اي مشكله. بالنسبه للجهاز، هو يعتبر جهاز ترفيهي متكامل. تمام. يعني ممكن نقدر ندخل عليه على الانترنت عن طريق الواي فاي او الوايرد. تمام. الايثرنت، وكمان ممكن ان احنا نلعب عليه العاب عن طريق الدي في دي بتاعه، هو الدي في دي اللي موجود عليه هو دي في دي تقليدي. تمام. وممكن كمان ندخل عليه على الانترنت وننزل مثلا يوتيوب، وممكن مثلا نقدر ان احنا ننزل ابس ونستخدمه. دي طريقه. تمام. في برضه طريقه تانية ان بيتم برضه احنا طبعا ما ننصحش بيها، لا طريقه التعديل، ان يتم تعديله وتبدا تنزل الالعاب بتاعته على الهارد طبعا، ان هو عمره ما هيدخل على الانترنت في حاله ان هو اتعدل.
تمام. طيب ايه الجهاز ده، ايه المميز فيه؟ المميز فيه زي ما احنا اتكلمنا ان انا ممكن اقدر العب بيه العاب عن طريق جويستيك زي العاب البلاي ستيشن، تمام، وممكن كمان ان انا العب بيه العاب عن طريق الجهاز ده الموشن الحركه. الجهاز ده عباره عن كاميرا وسنسور بتقدر ان هي تصورني وتقدر ان هي تصور الحركه او الموشن اللي انا بعمله وتترجم ده للعبه. ففي العاب بنقدر نلعبها على الموضوع ده، والعاب تانية نقدر نلعبها بالجوستيك. الشيء الممتع فيه في تنوع اللعب، مكتبه الالعاب بتاعته غنيه جدا، تمام. هنبص اللي عندنا مثلا على سبيل المثال بالنسبه للالعاب الحركه، اشهرها طبعا كونكت سبورت 1 و2، وهي العاب عباره عن رياضات، كل لعبه فيها 6 رياضات مختلفين فتعتبر 6 في 1، تمام. في لعبه مثلا مشهوره جدا زي لعبه ادفنتشر، تمام، برضو جواها 5 العاب. في مثلا عندنا لعبه ديزني لاند اللي هي بتدي لك تجربه ان انت تروح تزور ديزني لاند العالميه وتتفسح جوه المدينه وتتصور مع الشخصيات المشهوره وتقدر ان انت تعمل مغامرات جميله جدا. ففي افكار لالعاب كتيره جدا هايله، وفي نفس الوقت برضو سلسله الليجو اللي هي الالعاب اللي قايمه على فكره الفك والتركيب، فبتبعدنا شويه من ناحيه ان انا ما بقاش موجه طفلي ان هو بيبقى يلعب كلها العاب عنف. وبرضو العاب العنف هي موجوده هنا، ما فيش مشكله، هتلاقي برضو كول اوف ديوتي وهتلاقي مورتال كومبات وهتلاقي كل الالعاب اللي ليها علاقه بالفايت او العاب القتال وباتل فيلد والعاب كتيره جدا واساسن كريد، وبرضه هتلاقي عليه الكوره للناس برضه اللي بتسال عن الكوره، وطبعا واقفه عليه العاب اللي هي 2019. وطبعا برضه من ضمن الالعاب الحركه اللعبه الشهيره جدا وهي جاست دانس، تمام، اللعبه اللي قايمه على فكره ان هي بتبقى عباره عن اغنيه مشهورة معمولة عن طريق كليب. الكليب ده بيبقى انيميشن وبتقدر ان هو الموشن اللي بيتعمل بالانيميشن والشخص اللي بيتفرج بيقلده علشان يبدأ ان هو ياخد سكور. طبعا الحاجات دي بتفرغ طاقة كبيرة جدا بالنسبة للاطفال، ان هم الاطفال اقل من سن 10 سنين عندهم طاقة كبيرة جدا. طبعا الجهاز ده هيفضي طاقتهم تماما لان العاب الحركة بتحتاج مجهود جامد جدا غير العاب الجويستيك، تمام. فدي الحاجه اللي هو بيتفوق على بلاي ستيشن 3 فيها، ان هو قادر ان هو يكمل لحد العاب 2019، تمام. بالنسبه للبلاي ستيشن هو واقف على العاب 2017 اللي هو بلاي ستيشن 3، بعد كده نزله طبعا اللي هو بلاي ستيشن 4، ولينا طبعا فيديو ان شاء الله على بلاي ستيشن 4، تمام. طيب بالنسبه للجهاز ده زي ما احنا اتكلمنا فيه، ايه المميز فيه او ايه الحاجه فيه؟ هي فكره الاختيارات، ان انا عندي اختيارات كتيره جدا اقدر ان انا العبها، تمام. يعني مثلا الهارد الداخلي هو هنا الهارد بتاعه 256، زي ما قلنا في اجهزه نازله بهارد 500، يمكن هارد 500 ده نادر شويه مش هتلاقيه بسهوله، ان هو ما بيقبلش غير هارد مايكروسوفت. الجهاز ده الاجيال اللي نزلت منه هم بالظبط نزل منه 3 اجيال، تمام. نزل منه الجيل اللي هو الفات، تمام، وده حجمه اكبر شويه، والهارد الداخلي بتاعه هو هارد شبيه بهارد اللابتوب، تمام. والجهاز اللي هو السلام، السلام يختلف عن الجهاز ده فان هو الزرار الباور بتاعه تاتش، والجهاز اللي هو السوبر سلام اللي هو معانا ده دلوقتي اللي هو الزرار بتاعه عادي، وده اخر اصدار نزل بالنسبه للاكس بوكس 360. بالنسبه للمواصفات الفنيه، المواصفات الفنيه واحده، يعني هما بيشغلوا الالعاب زي بعض بالظبط، مفيش بينهم اي اختلافات، الاختلاف بس في الشكل وتشغيل الحاجه، وطبعا الادابتر والحاجه بتاعته، طبعا مش كل حاجه منهم تمشي مع التانيه، لكن الجويستيك بتاعتهم واحده مفيش فيها اي اختلافات. هو زي ما قلنا هو الجويستيك هنا شكله مريح بشكل اكتر في الاستخدام، شكله قايم جدا، بنقدر ان احنا نجيب له. ميزه طبعا في الجهاز ده ان لسه قطع الغيار بتاعته حاجته متوفره، مفيش مشكله، هي موجوده بالفعل، لكن القطع الكونكت دي قطع قويه جدا، ان هي بتشتغل اوتوميتد، فيها كاميرا وفيها سنسور، ما بحتاجش ان انا احركها، مجرد بس ان انا اوصلها بوصله زي ما اللي احنا بنتكلم فيها، شبه شويه اليو اس بي دي، ليها مكان معين بتركب فيه في الجهاز ونقدر نوصلها. الجهاز ده نقدر ان احنا نوصله بوصله اللي هي 3 في 1 لو احنا عايزين تلفزيون عادي، او وصله اتش دي بيقدر يسبورت معانا لحد ريزولوشن 1386 في 1080 بيكسل، وده برضه ريزولوشن بنسبه كبيره جدا رائع وكويس جدا. زي ما اتكلمنا هو بيسبورت معانا لحد العاب سنه 2019، فنقدر نلعب مثلا عليه لعبه الناس بتحب الفيفا لحد 2019، بيس لحد 2018، ونقدر نلعب عليه مثلا جاست دانس برضه لحد 2019، يعني اللعب اللي هي لحد سيزون 2019. فده بالنسبه لملخص الجهاز ده،
واتكلمنا هو ليه الافضل ان اقدر اجيبه للاطفال بالنسبه لتنوع الالعاب اللي اقدر احطها في حجم الالعاب اللي فيه مش كبير، ان الهارد الانترنال اللي عندي 256 جيجا، في مثلا حوالي 45 او 46 لعبه، ده عدد مش قليل، عدد كويس جدا، ان حجم الالعاب مش كبير علشان هو الجهاز اقدم شويه، لكن اقدر ان انا انوع، فان انا اختار العاب تناسب الاطفال بحيث يستمتعوا بيه ويفرغوا الطاقه بتاعتهم، وفي نفس الوقت ما يبقاش كل العمليه ضرب وخبط وخلاص من ده. ممكن نحط مثلا لعبه لعبتين ليها علاقه بده، لكن نركز اكتر في الالعاب اللي ممكن تفيدهم، زي مثلا سلسله العاب الليجو اللي هي قايمه على فكره الفك والتركيب، لعبه مثلا زي لعبه ديزني ايبك كلها برضو تفكير وكلها مراحل، لعبه مثلا زي ري مان، مثلا لعبه مثلا زي ريو اللي قايمه على فيلم الخاص بريو، البغبغانات برضو مراحل ولطيفه. فكل انواع الالعاب دي هتناسب الاطفال جدا وهتشدهم بشكل كبير جدا، تمام، وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع كله قايم على فكره العنف. فده ملخص الفيديو، نتمنى يكون فيه استفادة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكرا جدا لكم، بس يلا.